لحظات مضحكة وسخيفة في كرة القدم لو لم تصورها الكاميرات لما صدقها أحد. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. في عالم كرة القدم المواقف المميزة لا تعد ولا تحصى، ولكن هناك بعض المواقف أيضا والتي تبدو سخيفة في بعض الأحيان ومضحكة في نفس الوقت. وفي هذا الفيديو سنستمتع ونشاهد معا بعضا من اللحظات المضحكة والسخيفة في عالم كرة القدم والتي لو لم تصورها الكاميرات لما صدقها أحد. لنبدأ. في هذه اللقطة تصل الكرة إلى ممفيس ديباي، والذي حاول عمل مقصية ليسجل هدفا لصالح مانشستر يونايتد، لكنه سقط بهذه الطريقة. فتابعوا ردة فعل طفل واين روني الصغير على دكة البدلاء، وكيف كان يضحك مع والده بهذا الشكل. في هذه اللقطة تابعوا ردة فعل هذا المدرب وكيف سقط بهذه الطريقة ثم وقف بسبب ضياع فرصة ما. يحاول هذا اللاعب هنا الاحتفال بأخذ صورة تذكارية أمام الكاميرا. هذه الكرة كانت هدفا بالفعل، ولكن يبدو أنه لم يتم احتسابها، فركزوا جيدا كيف قام هذا اللاعب بإنزال الكرة من فوق الحارس لتدخل إلى الشباك ثم تخرج بهذا الشكل الغريب. استلم هذا اللاعب الكرة وقام بالالتفاف بحركة لا مثيل أو لا فائدة لها إن صح التعبير. تابعوا هذا الطفل مع لاعبي تشيلسي وكيف قام بإحراج ستيفن جيرارد بهذا الشكل كما تشاهدون. يمكنكم أن تتابعوا هنا كيف يحاول الحارس وهذا المدافع أن يقوموا بإبعاد اللاعب هالك بهذا الشكل كما ترون. تابعوا كيف يقومون بدفعه بهذا الشكل. مع دخول لاعبي تشيلسي والأطفال يمكنكم أن تركزوا على هذا الطفل والذي أعطى غمزة جميلة للكاميرا. خرجت الكرة إلى التماس فأتت إلى هذا اللاعب الذي حاول رميها، لكنها أفلتت من يده بهذا الموقف الغريب. تقدم لاعب مانشستر سيتي وداخل منطقة الجزاء مرر كرة رائعة إلى الكون أجويرو، فتابعوا الأخير كيف سدد الكرة خارج الملعب وضاعت هذه الفرصة. يتراجع هذا اللاعب هنا لتنفيذ الركنية، فتابعوا كيف تعرقل بهذه الطريقة بأحد لوحات الإعلانات. لقطة غريبة للغاية من حكم هذه المباراة، إذ يمكنكم أن تشاهدوا بعد أن أضاع هذا اللاعب الكرة كيف نزل الحكم على الأرض يتحسر على هذه الفرصة كما لو أنه مشجع قديم لهذا الفريق. يا ترى ما هو نوع هذه الإسعافات التي يقدمها هذا اللاعب لخصمه كما ترون؟ حاول هنا لاعب مانشستر سيتي اللحاق على الكرة قبل أن تخرج، لكنه انزلق ودخلت قدمه في لوحة الإعلانات وقد اخترقها بالفعل. يمكنكم أن تتابعوا شكل اللوحة كيف أصبح. في هذه اللقطة تابعوا كيف أسقط كيليان مبابي خصمه داخل منطقة الجزاء، وبعد ذلك تظاهر أنه تعرقل منه داخل المنطقة كما تشاهدون، ليقوم الحكم بإيقاف اللاعب ويعطى كيليان البطاقة الصفراء الذي لم يكف عن هذا الأمر، بل وقام بمحاولة الاعتداء على اللاعب أيضا. حارسة المرمى هذه وبكل لطف تطلب الكرة من جامع الكرات الصغير هذا، لكن تابعوا الأخير كيف يرفض إعطاء الكرة لحارسة المرمى، ولكن في النهاية يبدو أنه انصاع إلى أمر الحكم وقام بإعطاء الكرة لحارسة المرمى. يبدو أن أليكسيس سانشيز خرج ليرتاح، لكنه جلس بالخطأ على مقعد سولشاير. حارس ليستر هنا يقوم بالسلام على لاعب ساوثهامبتون، إلى أن قام هنا جيمي فاردي بإعطاء ردة فعل أضحكت الجميع قبل دخولهم أرضية الملعب. كلنا يعرف كاميرا وو الخاصة بليونيل ميسي، فأثناء هذا اللقاء الصحفي أتى فيجورست فقال له ميسي كما تشاهدون أمامكم: لماذا تنظر أيها الأحمق؟ حسنا، هذا كان أحد الأحداث المهمة في كأس العالم في قطر 2022. لنشاهد رحيم ستيرلينج وهو ينتظر زميله كي يكمل صلواته لأنه سجل الهدف،
وهو يقف للسلام عليه بهذا الشكل. خطأ فادح من حارس بروسيا دورتموند الذي حاول إبعاد الكرة بعد أن رجعت إليه، لكنه تعرقل لتأتي الكرة بهذا الشكل إلى لاعب الخصم الذي استغل الفرصة أفضل استغلال وسجل هذا الهدف المجاني. خطأ فادح من ديفيد دخيا يسبب له الكثير من الإحراج بالطبع، فإما إن وصلت الكرة إلى هذا اللاعب حتى قام بتعريضها لتمر بين أقدام ديفيد دخيا بهذه الطريقة إلى لاعب الخصم الذي كان ينتظر على الجهة الأخرى ويسجل هذا الهدف الرائع لصالح إيفرتون. بشكل رائع سجل لاعب بروسيا دورتموند هذه الرأسية المميزة في الشباك هدفا كما ترون، ليذهب هذا اللاعب ويحتفل مع زملائه فيسقط من فوقهم بهذه الطريقة. في لقطة تعد مضحكة وغريبة جدا تصل الكرة إلى رونالدو فتلمسه في يده، وتزامنا مع صفيرة الحكم سدد رونالدو الكرة بقوة لإبعادها فترتطم بوجه سامي خضيرة بهذه الطريقة. ركزوا على لاعب تشيلسي هنا وهو يمسك دي بروين بهذه الطريقة حتى لا يتمكن من التحرك. لنتابع هنا بالوتيلي والذي يحاول احتساء هذا المشروب، لكن يبدو أن طعمه لم يعجبه أبدا، فتابعوا كيف بصقه بسرعة. في لقطة غريبة للغاية بينما يبعد هذا الحارس لاعب الخصم، قام هذا اللاعب بردة فعل وهو إبعاد يد حارس المرمى، لكن يده تفلت فترتطم بأنف الحكم لتسيل الدماء من أنفه كما تشاهدون. تمريرة تصل إلى لاعب تشيلسي وكان بإمكانه أن يقوم بالوصول إليها، ولكن للأسف تابعوا كيف خرجت الكرة بهذا الشكل الغريب للغاية. حسنا، ردة فعل توخيل تشرح الأمر. في هذا اللقاء الصحفي لوي فان خال يخطئ باسم سمولينج ويقول أن اسمه مايك بينما كان اسمه كريس سمولينج. تابعوا كيف تعالت الضحكات على هذا الخطأ من المدرب لوي فان خال. يقوم أحد المشجعين بإظهار صورة للعالم الإنجليزي مع تحية لجليريش الذي كان في فريق أستون فيلا وبعد ذلك انتقل إلى مانشستر يونايتد، ويبدو أن هذا الأمر أضحك اللاعبين عندما كانوا في التدريبات. أتى لاعب مانشستر يونايتد لاحتضان أحد الأشخاص من الجماهير، فتابعوا هذا الشخص من المشجعين وكيف قام بسرقة القميص من يد اللاعب بهذا الشكل. في هذه اللقطة تابعوا اللاعب كيف رفع الكرة على رأسه ثم قام بإنزالها فترتطم بكعبه ثم بوجه لاعب الخصم بهذا الشكل. حسنا، يبدو أن كليني لم يجد طريقة أفضل من إيقاف لاعب المنتخب الإنجليزي سوى هذه الطريقة. مورينيو هنا يستغني عن الميدالية الخاصة بالدوري الأوروبي بعد خسارته أمام فريق إشبيليا ليحظى بها هذا المشجع كما ترون. لنشاهد هنا لاعبي بايرن كروس وريبيري وأرين روبن وهم يقومون بلعب حجر ورق مقص لمعرفة من سينفذ هذه الركلة الحرة الثابتة. تقدم هنا كريستيانو رونالدو فتابعوا تسديدته خارج الملعب كيف كانت. في لقطة غريبة نوعا ما يمكنكم أن تركزوا على هذا اللاعب الذي قفز بهذه الطريقة ثم سقط من على ظهر منافسه ليقوم برفعه مجددا بهذا الشكل المضحك كما ترون. خرجت الكرة فلحق عليها كلا اللاعبين، لكن تابعوا بسبب الجليد الموجود في الخارج كيف انزلق الاثنان وسقطا على الأرض. بعد أن سجل هذا اللاعب هدفا رائعا في الشباك، تابعوا كيف ذهب ليحتفل بهذه الحركات البهلوانية إلى أن أصيب بركبته إثر نزوله بشكل خاطئ كما ترون. تقدم هذا المدير الفني لرفع الكأس مع الفريق، لكنه سقط بهذه الطريقة المضحكة للغاية أثناء إمساكه للكأس. يمكنكم أن تتابعوا هذا الموقف. تقدم هذا اللاعب وأمرر كرة إلى زميله أمام الحارس الذي تصداها بطريقة رائعة فترتد إلى زميله الذي حاول بصدره إرجاعها لحارس المرمى، لكن الحارس لم يقوى على الوقوف ويبدو أنه أصيب لتدخل الكرة بهذا الشكل بنيران صديقة. ركزوا هنا على لاعب مانشستر يونايتد وهو يقوم بوضع إصبعيه فوق رأس المدرب أليكس فيرغسون بهذا الشكل المضحك. هذا المشرف هنا ظن أنه لن يظهر أمام الكاميرا، لكنه ظهر بكامل جسده كما تشاهدون.
لاعب مانشستر سيتي هنا حاول لاعب الكرة من التماس بكل قوة إلى زميله الذي تفادى الكرة بهذا الشكل المضحك. هذه الكرة غريبة جدا، فيمكنكم أن تتابعوا كيف قام هذا المدافع بتسديدها برأس تشيمس ميلنر لترتد وتدخل هدفا في شباك ليفربول. حسنا، هكذا كرات لا يتم توقعها أبدا، فتابعوا هذه الكرة لفريق أرسنال والتي ارتدت في القائم لترتطم برأس لاعب أرسنال وتخرج من الملعب. حسنا، بالطبع لم يتوقعها أبدا. لاعب المنتخب البلجيكي كان فرحا بتسجيل الهدف، فقام بتسديد الكرة تعبيرا عن فرحه لترتطم هذه الكرة بالقائم الأيسر ثم بوجهه مباشرة. لاعب أتلتيكو مدريد دفع خصمه بهذا الشكل ليسقطه أرضا، لكن الأخير دخل ليتألم داخل أرضية الملعب حتى يحتسب الحكم خطأ له. بينما يبحث لاعب تشيلسي عن الكرة، تابعوا هذا المشجع وكيف أخفاها ببطنه بهذا الشكل. ركزوا جيدا على هذا اللاعب وكيف دفع خصمه لينزل من فوق هذا السور ويسقط على الجهة الأخرى. أضاع هذا اللاعب كرة هدف محقق بعد أن تصدىها الحارس، فتابعوا كيف قفز ليتعلق بهذه العارضة، لكنه دخل للشباك ولم يستطع امساك العارضة بسبب قصر قامته. هذا الهجوم القوي لمنتخب أوروغواي يمكنكم أن تتابعوا كيف انتهى في هدف رائع في الشباك من إديسون كافاني. وهنا ركزوا على لويس سواريز الذي ضرب الحارس بالخطأ لأنه كان يريد الذهاب إلى الكرة حتى يحتفل بهذا الهدف. وولكر يعبث كثيرا ولا يهدأ، فتابعوا ماذا فعل هنا وهو يقوم بتحريك الكاميرا إلى أن قام بالنهاية بخلعها من هذا المكان. يد أيرلينغ هالاند قوية بما فيه الكفاية لتكسر يد هذه الفتاة التي صافحته كما ترون. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.